قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأبجور شرائحة، حلقة متميزة بعنوان حقيقة الله في سر القربان المقدس. وقد استضاف البرنامج عبر اتصال هاتفي الأب فرح حجازين والأب بولس مرديني كاهنا رعية القديسين بطرس وبولس في لبنان الشقيق، حيث أجمع المتحدثان على أن القربان المقدس له معان كثيرة ومنها المحبة، حيث علمنا السيد المسيح قبل أن نتقدم للتناول أن تكون قلوبنا مليئة بالمحبة والتواضع. إلى هناك. أبونا تحكي لنا عن سر الجسد ودم يسوع المسيح في القربان المقدس وعن حقيقة وجود هذا يسوع بكامل روحه في القربان المقدس، خاصة أن هناك كثير من المشككين في حقيقة وجود يسوع المسيح حقا في سر الأفخارستية. فتفضل أبونا. أول شيء بدي نطلع من الكلمة اليونانية اللي هي سر الأفخارستية. نعم. شو بتعني باللغة العربية سر الشكر؟ نعم. هي العشاء الرباني أو العشاء الأخير. نعم. هي ذبيحة الرب، وهي كمان شكر المؤمنين للرب على كل مرة بقدم لنا مايدة حافلة بالغفران من خلال جسده ودمه، اللي هو مثل ما قال يكسر لمغفرة الخطايا، جسده ودمه يغرق عن كثيرين لمغفرة الخطايا. ونحن ما لنا أبدا رح ناخد موقف الفريسي ونتصنع أو موقف ندعي القداسة مثل ما ادعى الفريسي. نحن منعرف حالنا أمام الرب مثل العشار، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. ونحن منعرف من كلام الرب إذا ما منثبت فيه ما منعطي ثمر. ما بدي أدخل بجدل بالنسبة يسوع موجود بالإفخارستية أو مش موجود، لأنه يسوع ذاته اللي أكد، وهو اللي قال السماء والأرض تزولان كلامي لا يزول، وهو اللي قال السماء والأرض من أرض وحرف واحد ما بيزول حتى يتم الكل. أنا بصدقه لما بيقول هيدا جسده وهيدا دمه، وهذا اللي رفضوا يقبلوا اليهود مثل ما تفضل أبونا وقالوا هذا كلام صعب من يطيق سماعه بحسب إنجيل القديس يوحنا، وهذا اللي أكده القديس بولس كمان ما حكى الأبونا من شوي، اللي بيأكل جسد الرب وبيشرب دم الرب هو خلاف الاستحقاق يكون مجرما إلى جسد الرب ودمه. فإذا نحن منعرف أنه هذا اللي عم نتناول اليوم هو جسد الرب، ونحن مدعوين مثل ما قلت في صلاة قدام التلميذين عماوس، يسوع شرح لهم ما هو مكتوب عنه بس ما عرفوا بالكتاب، ما عرفوا من خلال كل شيء شرحه، مع أن قلوبهم كانت مشتعلة بما بقول إنجيل قديس لوقا، لكن عرفا عند كسر الخبز فتحت عيونهم. نحن بالإفخارستية منتحد بإله عنده هالقد من التواضع، مش بس يولد بمزود، مش بس عنده التواضع لحتى يعتمد بنهر الأردن أو يعيش في مدينة الناصرة اللي قالوا عنه لا يخرج منها شيء صالح، مش بس عنده التواضع ليتعلق الصليب اللي هو ملعون من علق على خشبة، عنده هالتواضع ليكون عم بيشحد الحب، وبعتذر أقول هالكلمة، عم بيشحد الحب وبيستعطي الحب من البشر اللي بيقدر يخلو أحسن مني ومن كل اللي عم بيسمعوني وبيشوفوني بكلمة منه. لهيك قال مش أبونا بولس، عبود كسر قلبي العار والشقاء، وانتظرت من يعزني فلم أجد، ومن يرسل حالي فلم يكن. هو اللي قال جرحت في بيت أحبائي، ليش دايس كل تيابك منطخة في الدماء مثل الدايس المعصرة وحدي؟ نعم. كله جروح من أجل مين؟ حبه للإنسان. أنا اليوم إذا شخص عظيم بيوقف بينطرني على باب بيتي بستحي بموت من الخجل، أنا الله واقف على باب بيتي وقبل تعاكلني، تعال اتحد فيني واتحد فيك، تأخذ من مجدي، لأخذ من تعبك، لأخذ همومك، لأخذ عارك، لأخذ خطاياك، واجعلك أنا شاركني بالحياة الإلهية بطقس المارون، وحتى يا رب لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك. بالطقس البيزنطي شو منقول؟ أعجب العجائب أن يرى الله في الجسد، وأعجب من ذلك بكثيرا أن يشاهد على الصليب معلقا. أما مجموع العجائب كلها نقول بالروم الملكيين، فأن نرى الإله بسر القربان مقدم ذاته. نحن مش عم نفهم هالشيء، لكن مع الله أنا لا أتعامل بالواجب ولا أتعامل مع الله بالخوف. الله مش بالزاعة بروح بتناول أتكس لله كم مناول عملت، لأنه أنا تناولتك يا رب بدك شيء أكثر منك، عملت اللي علي، ماني فريسي، أنا بصوم بالأسبوع مرتين، ولا بجي بحمل الله يا رب يا رب وما بعمل بريد الرب. ليس من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. أنا كمسيحي بإيماني في الله بتجسد بحياتي بأشكال متعددة، أهم أنا بسمعه بالكلمة الله الكلمة من خلال الإنجيل،
من خلال تعليم الكنيسة، من خلال وعظة الكاهن، من خلال تعليم الرسل بالرسالة أو بعمل الرسل بينقروا بالكنيسة بكل ذبيحة. هذا الإله اللي صار كلمة لتجسد فيني وأنا أعطيه أكثر من اللي أعطي بالعهد القديم، إنه مثل ما بتقول رسالة للعبرانيين. القربان هو سر المحبة كما يقول القديس يوحنا الحبيب: لقد أحب خاصته الذين هم في العالم أحبهم إلى أقصى الحدود. ومن علامات المحبة أنه أخفى ألوهيته وظهر مثلنا إنسانا بسيطا كما يقول قديس بولس إلى أهل فيلبي. هو القائل في سورة الله: لاشى ذاته آخذا صورة العبد ووضع نفسه وصار طائعا حتى الموت، موت الصليب. أحبنا وسفك دمه كله من أجلنا، مع أنه نقطة واحدة منه كانت كافية لتكفر عن جرائم العالم كله كما قال القديس توما الأكويني. لكنه الحب، الحب إلى الغاية، إلى المنتهى، إلى أقصى الحدود. لقد ذهب به حبه لكي يتخلى حتى عن إنسانيته وبشريته في سر القربان المقدس، لكي يتسنى له أن يكون قريبا منا، أن يكون طعاما وشرابا لنا. لذا في العشاء السري أخذ خبزا وأعطاهم قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي إنه من أجلكم. ثم أخذ كأسا وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، فإن هذا هو دمي، دم العهد الجديد الذي يراق عن كثيرين لمغفرة الخطايا. كما ننشد في النشيد الجميل القربان المقدس: حجب اللاهوت فوق الصليب وهنا الناسوت أيضا توارى، أي أن ألوهية المسيح قد حجبت عند صليب يسوع، لم تظهر. كذلك حجبت الآن في سر القربان ناسوت المسيح، أي جسد المسيح البشري تحت أشكال الخبز والخمر. ثانيا، سر القربان هو سر اتحاد مع المسيح. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. إن أسمى درجات الحب الاتحاد مع المسيح، أن يتحد بنا بفعل التغذية الروحية، إذ أنه بالتناول تنتقل حياة المسيح إلينا كما تنتقل من الجذع إلى الغصن، ولا حياة للغصن دون ارتباط بالجذع. وقد وضح لنا ذلك السيد المسيح في مثل الكرمة والأغصان: إذ لا حياة للأغصان دون الكرمة التي منها تستمد الحياة. وقد شعر بهذا الاتحاد القديس بولس فصرخ قائلا: لست أنا أحيا بعد، بل هو المسيح الذي يحيا فيا. ثالثا، سر القربان المقدس هو سر الوحدة بين المسيحيين. بالمناولة يتحد الإنسان ليس فقط مع الله، بل أيضا مع إخوته. الله محبة ومائدته مائدة محبة، وهي لا تستقبل إلا من يحبون بعضهم بعضا. فلا معنى ولا فائدة من مناولتنا إن نحن نحتقر من يأكل معنا جسد المسيح نفسه، إن مارسنا التمييز العنصري أو الطائفي أو العائلي، إن أفرزت ألسنتنا السم، إن أقفلنا قلوبنا في وجه القريب لا سيما الفقير. كأس البركة التي نباركها أليست شركة في دم المسيح؟ والخبز الذي نكسره أليس شركة في جسد المسيح؟ فبما أن الخبز واحد فنحن الكثيرين جسد واحد، لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد.